السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفت مدينة اليشيرة بولاية برج باريريج عاصفة قوية وتساقط كثيف لحبات البرد، والذي تسبب في شل حركة المرور في عدة طرقات وتوقف لحركة السير. وتداول الناشطون عدة صور وفيديوهات لحجم العاصفة التي ضربت المنطقة، ولحسن الحظ لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية. وأعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات غربية ووسطى إلى غاية اليوم الجمعة. وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد، كما أن كمية الأمطار المتوقعة تصل أو تفوق 70 ملم محليا. وستتساقط الأمطار على كل من ولاية ليمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، أشلفتي، باز، وكذا ولاية سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، وعين دفلة. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق.